والحال ما ينطاق، والإنسى مرات يقدر على الفراق، يقدر على الفراق. الله عليك الله عليك. أنا حسيت إن هني أبيك وما أبيهم، وهني غر الكلام الناس، وهني شو اسمه ما يبي يغني هون، يمكن يطلع مسافر يعني سهارة. فيكم حزن يا الربع، ايش فيكم؟ شوف لا هذا بس وقت اللقاء، وقت اللقاء أنا باقي شغل. أنا أبي مرح، أبي مرح لن أبي أبي لن أغني أبدا. إيه أبي 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 شو اسمه هذا حولي بار. أنت شفت ايش سويت فيهم؟ وين يعطونك مرح لن؟ وين يعطونك؟ أنت أي دور عطيتهم؟ أي دور عطيتهم؟ أنت ايش عطيتهم؟ لا صدق أنت خليتهم كذي. شوف شلين شنو زين الحين عندنا قوتو مع حمد شلين مع ولد اخته وهابي، وهابي راح تغني ها زين يلا بيغنون مع بعض خلنا نسمع بتغني ها دامنا في حكه بعيونه عين ما راح يطلع صوته، اقول غني لنا اغنيه خلنا نشوف ان شاء الله يعني حمد شلين من الشباب اصواتهم جميله جدا، وقول رقم تصويتك بعد عشان الناس لا تنساك. رقم تصويتي 5، رقم تصويته 5 بعين الحسود، وان شاء الله اللي يحبه يصوت له لا تنسونه 5 بعين الحسود. وري منك وري سوى عليها عليها هيك 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 خلي خلص البرنامج ها قاعد غني انت الحين الله كل اللي تبينه غن والله صوت عالي يلا ماسك المراسه زارده خش 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 زارده مراسه جلاد زارده مراسه خلاص انت غني حمد لاننا بنسمع صوتك زين اي ناز بدل فيلم تشغل اي معزة وانت خليت فيها شيء اي معزة وانت خليت فيها شيء اي معزة اللي بديت الغير علي المعزة ضاعت ضاعت وش بقى يا روح خلني ساكت 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 لا تنبش جروحي لا 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 تنبش جروحي أي معزة الله عليك الله عليك يا حمد شليب ما شاء الله عليك صوتك جميل وإحساسك رائع حتى وأنت فيك لا والله مثل زيك أنا أنجي شوي أحمد التركي أحمد التركي صراحة يعني كانت دمعتك عزيزة علينا وايد حبيبي سليم. انت ويا محمد الزايد يعني هو بكى انه يتلى درجة بسيطة انت بكيت ودمعتك كانت من فرح ان انت مو مصدق ان انت تأهلت حق النهائي مظبوط وشيء جميل صراحة ان انت تتأهل للنهائي الحمد لله وشيء رائع وحلو الحمد لله انا من برا من الشارع وانا شفتك وانت تغني قلت لك انت راح توصل بس وين ما قلت لك بس قلت لك للنهائي عارف جاني عارف جاني عارف جاني امسك والله العظيم قلت له راح توصل هنا والله انزين نبي نسمع شيء فرحنا بما ان هذول كلهم حزينين يعني غني يعني شرقي غني شرقي اي يلا عطنا حد ينسى قلبه حد ينسى عمره من غيرك احبه وابقى تحت امره شاري ومش حخبي ده انا حبيته قلبي ده انا حبيته قلبي ما بينساش حبايبه الله 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 ما بينساش حبايبه واحلى حبتين حق حمود رضا حبيب قلبي المنور خلف الكواليس واقول لك حبتين واقول لك والناس ما الله يوفقك طبعا ما عليك الدميه القاتله طبعا مو مصدقه ان انت متواجد هنا
اسرار اليوم انحاشت من مطار الكويت، كانت قاعده تنزل الطيائير وصلت طبعا قبل شوي. اوكي. يعني ما ادري شنو معنات القطه بس ضحكت. بعدين رحت القطه الشباب اللي قاعدين اكيد يفهمون القطه شنو. على العموم طبعا انا صراحه مستانس، بس انا عندي سؤال الحين بسالكم اياه. الحين وقت السؤال. محمد ايش فيك قاعد تحسسهم انهم بالبرنامج؟ ال 10000 صوت سهارة. ال 10000 ايش بتسوي فيك؟ لاعب احنا لا. بس اسمع حتى هان كلكم ال 10000 ايش بتسوي فيك؟ وصلنا هو وصل احنا اسمع لا تقول ما وصلنا، هذا دليل ان انت يعني انت خايف. لا مو خايف، انت ما وصلنا. انت خفت. لا انت خفت اللي انت خفت بس هم واصلين الحين ضامنين احنا مو واصلين. ايش يا زول انت كل مره اقول لك، انت كل مره اقول لك ما تملش هالكلام. شوف اسمع يا زول، كان هي قلنا سكر فيه مش عارف ما نذكر كلامي هو هذا. ايش يا احمد كيف انا خليتهم ال 10000 تاهو الجديد كم؟ ما بيسوي فيهم شيء شوي عليهم بس يعني شو بتطلعهم طالعهم بتعدهم بتسوي فيهم شيء؟ ما لحم ما بين شيء ما مو مفكر. تصدق بألف شيء تصدق فيهم صدقة ما حد يصدق ان شاء الله. لا صدق على بس يعني لا حرام راح اطلع برا بس اوكي اكثر وجت اكثر وجت خلنا نشوف بدر ايش بتسوي بالعشرة من الاخر عادي. انا اتفق معي يعطيني نصهم. انزين بدر ايش بتسوي؟ اشوفكم زي الربع. انزين بدر شنو تسوي؟ اخوي الحين انت لا انتوا الاثنين فيكم انه عشان تنقسم 50-50 الالف. لا بالعكس تسوي والله ان شاء الله بسافر. والله تعجبني والله اطلع قسم بالله تعجبني. ما في احد منهم يقول انا مو متفهم يعني لما انت تاخذها بايدك بس حمد لا تيش يعني حمد يعني هو شيء جميل باكر احساس رائع يا جماعه كأنك يعني زي شوف كأنك انت شفت شلون لما واحد ينطر البرازيل ولا ايطاليا ولا الارجنتين تاخذ المونديال وانت مستانس وهم انه رافعين كذي الشيك والكاس ما همون فما بالك ان انت راح تمسك باكر شيك يعني جي اذا مسكت اكبر من هذه الغاتسيه وصل بس زين ايش كمل ايش بتسوي؟ بسافر فيهم ان شاء الله. والباقي 10000 بتسافر فيه؟ 8000 راح يبقى 6000 هذه حق سياره. الله زين 6000 و4000 تفسفس 4000 تفسفس اوكي ثانك يو وصلنا صار معلوم. انزين ابوك يا اربع سنين انزين احمد يومين تركي هلا هلا 10 هاي طبعا 10 ايه هلا شكلين ما بحكي 10 2000 بالعكس ال 10000 اذا ان شاء الله اذا كانت من نصيبي روحي قولي بابا انا بحبك لازم اسمع لازم تقول انا بقول شيء لازم تحط 3000 بحساب هيدا اول شيء تفكير انه اضمن بنتي اول شيء بس تحط لها حساب اكيد ان شاء الله. ثاني شيء عندي مشروع كثير حلو اني صالون مثلا مو صالون لا الاتراك معروفين بالصالون اروح على تركيا اعمل مشروع لالي حلو اجيبه هذا زين اخذ سكرتيره عندك شيروق يعني ترى 10000 لا بالعكس يعني ليش ما عاد بحط حساب لبنتي لا اتكلم على السالفه بشوف لو بنوصل ونفسي اقول شغله حتى سواء اذا فزت بدي نفسي اعمل بالبوم سوي البوم اسوي بتركيا كيف يعني بصراحه منيح انه صوت سارة استقبلني كيف ما هو استقبلني انا بدي احاول اني اعمل شيء مثل ما هو تستاهل يعني ولا واحد فيكم فكر يتصدق صدقة 500 دينار زين اكيد أجر؟ اكيد لا اسمعي انت الحين الاجر 10000 مراد انت لا راح تصير راح تصير 300 ما راح تفرق اكيد راح يطلعون اجر اكيد انت اسرار والله انا انت بتحصلين شيء من هالصدقه ولا واحد فيهم تصدق يعني بس انا ليش ليش احصل محمد الزايد شو بتسوي اللي اعطيك ال 10 الحين بقول طبعا انا ما اعرف اتصرف فيهم اعطيهم حق الوالده. انا عبالي تعطيهم حق غازي قديم حق الوالده قديم انا قلت كذي تسقرد تعطي حق فيصل 50-50 وهذا برافو عليك بس زين حق الوالد والوالده وهم يتصرفون فيهم. والله صراحه انت يعني مثال جميل ان انت يعني لانك صغير انا اوريك وتدري ان ابوك انا اذا خذيت ال 10 ما راح يشوفوني هم يتصرفون اكثر من ابيك تعال من حيدر تعال انا ابيك انا اللي ابيك دور بيها يا شمالي دور بيها قول لي اول شيء وين البنك المركزي بتصرفه؟ اسمع انت الشيك ينحط بيدك خلي وانت روح اصرف حلو صرفت شو اسوي؟ خيشه معي نفس رقيه نفس البنك حلو؟ اقعد احسبهم دينار دينار وانت اللي رايح خوفك ناقص ولا شيء؟ لا شوف اللي بالناس ترد لهم وتقول لهم عاد ناقص عاد عيب حتى لو ناقص دينار؟ اي وبعدين في مطعم بالديره مال فلافل انت رايق تعزم الشباب تعزم الشباب بس وبعدين العشره ايش بتسوي فيهم؟
بس عزمتهم بتحنطهم شنو؟ نشوف الله كريم. آه لا شوف شوف شو انا خلينا اقول لك انا هاوي تراث كله تراث كويتي يعني حلو من انتيك ما انتيك عملات تبني لك غرفه فيها انتيك لا لا عندي بس عادي يعني ربع الفلوس رايحه على السوال سوالف انتيك تشتري ولا لا لا اشتري مو تاجر اشتري تشتري وتحطهم كمتحف عندك ليش ما تسوي بوتيك صغير تحط فيه الاشياء وتبيعهم لا انا مو تاجر انا هاوي بس اذا عندي زايد ابي وتحب تجمع عندك بس ما تشتري هذا اي حلو اذا عندي متكرر ازدت ابيع يعطيك الف عافيه ان شاء الله شكل ال 10000 راح تطيح ببطن واحد ولا واحد فيكم راح يفهم غير هذا الله هذا لا الحين انت لان ليش قلت لي انا لان مو لما تطيح بيدي طبعا نرحب بحمود رضا حبيبي اخوي والله لابس يا لابس والله محمد ودي اقوم عشان تقعد بس ما راح اقوم هلا بالحب الله طيب عندك تعال بدحت بامتحان اعطيك على خبر بس حبيبي بس والله بدحت يعني اليوم يعني اليوم شكلت فار قهوه بس اليوم خربناها اليوم شكلت فار البدع انا واخوي حمود وهذا انا اليوم مرحب 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 اول شيء موفق ان شاء الله بدك من هذه زميل القاتله رحب لا حرام هذه حمود يعني منورتنا صراحه ساكن ساكن هذه قطه ولا شوفوا على هالحركه اللي سوتها حلكم فيها محمد جلاد ليه؟ عطتك بوها ها؟ لا هو ردنا عليه ردنا عليه هو اللي اعطاني هذه يعني ونسني حمود اول شيء رحب رحب حمود مردوده مردوده حمود رحب انت هذا طبعا شيء راكور قاعد يتحرك عندنا بالاستديو تصدق بيك الايباد ترى والله الايباد انا راح فيكم متابعينا اعذرونا اليوم ان شاء الله ما اعطيك اياه ما اعطيك اياه ان شاء الله جيت ومعاي هالضيوف يعني الصراحه منورينا اليوم وياي وعندي سؤال ببالي اسال والله ابي فنان بالكويت راش حامي وجهه نظركم مظلوم حقه بالاعلام كويتيكم انا ما صار لا لا مو انا يعني عندي وايد عندك اوكي قول لنا منو عندك بالاعلام جد عندك وايد عندك صلاح شوف انا يملك صوت بس ماكو كاميرات عليه ماكو صحفي عادي حتى لو فنان كبير قول عادي الكل يعني وجهه نظر انت تقولها شوف عندك عبد الفنان الكبير عبد الكريم عبد الغادر هذا واحد عندك هو ما قاعد يغني مو اللي مهم لا لا قاعد يغني قاعد ينزل البومات حرام عليك بس الناس ما قامت تسمع لا لا بس هو يبي عصام اي صح يبي عصام وعندك الفنان صلاح احمد خليفه والفنان عندك محمد المصباح شكرا وعندك شباب فواز رجيب وعند وايد انت ما شاء الله عليك انا شفت ذكرت يعني ذكرت كل الفنانين اللي ما شاء الله عليهم هم قدامه جدا زحق بس بصراحه فنانين وواصلين عندي احمد الحريبي بصراحه مظلوم حقه الغيث حكيم اسمه ما ادري وايد يعني شروق قول انا اعلاميا وايد انا مظلومه منك اصلا احمد سوري يعني صوت احمد الحريبي من اروع الاصوات اللي شفتها حلو على احترامي معاهم يعني معاهم شرين عندك حمد شرين والله اي والله اي والله يا جماعه الخير ما اخذ الجائزه كذي استغفر ما اخذ الجائزه يا اخي مظلوم اعلاميا لا ياخذ الجائزه ايش يسوي؟ شفتوا شفت الغرور يا جلال زين شفت ما اخذ الجائزه يا اخي مغرور لا لا كذي 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 مع العيد لا لا والله يا بنت العمره يا بنت الحلال قاعد يقول اهم شيء حبيبتي كلاب من وديك العمره انت كل جاي قاعد طالع انت لا لا صدق صوت صراحه الشرف الشرف حلو زايد زايد منو؟ مثل ما قال علي بن حيدر عبد الكريم عبد الغادر وسعد الفهد الله صراحه نوجه لهم احلى تحيه حق الاستاذ الكبير عبد الكريم عبد القادر وسعد الفهد لانه صراحه لي يعني فخامه بالاصوات زين ليش تشوفون ان الاعلام مو عليه؟ يعني هل المطرب مقصر تشوف ولا الاعلام ما يبي؟ لا انا اقول لك شغله ولا في ناس ورا السالفه؟ شغله في ناس ورا السالفه هذه ما ندري فيها يمكن انه يكون في ناس بس انه شغله ثانيه انه ترى شركات انتاج ما تتبنى اي احد وثاني شغله يمكن تلقى الفنان نفسه ما يبي يحتكر يعني لا اسمه يقول ليش انا احتكر مع شركه 5 ولا 10 سنوات زين بن حيدر يعني انا مو جديد عشان تحتكر بن حيدر ما تلاقي ان الحين شركات الانتاج ما قامت تنتج حق كل فنان بعد ما صار في عندنا احنا شيء اسمه ان تسريب الاغاني عن طريق الانترنت والاهل للناس تنزل اي اغنيه تنزلها بطريقه انه مثلا ان الالبوم نفسه ينزله كله انترنت وما يروح يشتري السي دي والسي دي يطبع وهي شركه الانتاج بس نزلت البوم حق الفنان اعطتها شهره واعطتها هذا وهي ما باعت يمكن ولا حتى 1000 سي دي صح في ناس صح انا معك في نسبه كبيره كبار الشركات طبعا ايه ما بيتكلم في 80 90% عندنا ناس
فور شيرد جوجل يوتيوب انا واحدة منهم ما ذكرني شريت البوم اصلا اي بس اي بس في ناس يعني اسرار من اول ما طلعت من بطن امها وهي كل يوم تنزل اغنيه من صح لا وصار فور شيرد بفلوس الحين تدرون ما يصير تنزلون خليني قاعد انزل انا ما قاعد ينزل عندي ولا شيء لازم تفتحي لك في لا في